بطبيعة الحال زميلي خليد أزدون نتواجد هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الذي سيحتضن نهائي حارق بين الزعيم الجيش الملكي والرجاء العالمي، الفريقان على أرضية الملعب للتسخينات معي بالأخضر الذي سيكون غائب للأسف الشديد عن هذا النهائي. بالأخضر تلقى ورقة الحمراء في مباراة نصف النهائي بالأخضر. الأجواء متميزة، عشاق الفريقين هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، كيف ترى هذه المواجهة؟ اول حاجه كنبغي نهنئ فريق الجيش الملكي، فريقين الجيش الملكي ورجاء بيضاوي على التأهل النهائي. هي اجواء كما كتشوف فيها اجواء اللي زوينه بزاف، اي لاعب في البطوله الوطنيه كيتمنى يلعب في هذه الاجواء، كيتمنى يوصل النهائي ويحمل ذاك الكاس الغاليه. حنا الحمد لله القضاء والقدر ديال الله هو هذا، بان فاش كتاخذ حمراء ما يمكنش تضارب مع القدر. هي اونتر بارونتيز كانت حمراء مجانيه اللي ما نغضبش على دابا، ولكن انت الان جيتي باش تساند الاصدقاء ديالك. هذه النهايه رقم 16 لفريق الجيش الملكي. انا ماشي جيت اليوم، انا طيلت لا سيمين ومباراه ديال الورقه الحمراء نسيتها في الليله ديال الورقه الحمراء. انا كنساند الزملاء ديالي وثيق فيهم واحد الثقه كبيره، لان الحمد لله فريق الجيش الملكي وصل للزعامه، وصل للنهائي. الا ماشي صدفه، بل خدمه اللي خدمه كبيره بزاف مع الاطار الوطني سي رشيد ومع المسيرين. الحمد لله حنايا الاجواء السلسه اللي وصل الفريق هي اجواء اللي زوينه بزاف عائليه، وكما كتشوف بان ليسبري دو جروب هو اللي كيوصل الفريق للتتويج وان شاء الله الكاس ان شاء الله. شكرا بالاخضر. اذا الاجواء متميزه هنا بمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله. بعد قليل ستلتقي مع الزميل محمد امين نوري الذي سيعطي جديد فريق الرجاء البيضاوي. شكرا زميلي خالد أزدون.